بيقول الرسول بولس في تيموثاوس الأولى أصحاح 4:1 بيقول إن الروح يقول صريحا، مش محتمل تأويل، مش محتمل ولا لا، أو ده كان يقصد وما يقصد. الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يضل قوم عن الإيمان. وعشان يضل قوم عن الإيمان ده معناه أنهم كانوا فين؟ في الإيمان، كانوا في الإيمان. ولما هم في الإيمان ضلوا عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. وأنا كنت أفتكر زمان، يعني أنا صغير شوية في الإيمان، أنه دول أساسا كانواش يعرفوا الرب. دول اختبروا الرب كانوا ثبتوا في الإيمان، واكتشفت بعد سنين أن أنا غلطان أصلي، لأنه هو قال أنه هو عن الشرير إن أمكن يضل حتى المختارين. واللي بيعملوا الشرير لأنه هو صاحب روح الضلال ما يهموش قوي أنه الخاطي يضل. ليه؟ لأنه ضال أساسا، يعني فيش أي مجهود يبذله عشان يخليه يضل، لأنه هو ضال من أصله. لكن اللي يفرق جدا أنه يخلي واحد مؤمن في الإيمان ليه خدمة وشهادة واختبر الرب واسمه في سفر الحياة، أنه يخليه يضل. ويضل منين؟ تقول كلمة الله، تابعين أرواح مضلة وتعاليم شياطين. البداية بتبتدي مع الرب يسوع بهذه الكلمة، اتبعني. تاني، اتبعني، come and follow me، مش ورايا. لو انت ماشي في حياتك مش منتبه انت ماشي ورا مين، الشرير يأتي بيقول الرسول بولس عنه، يأتي في شبه ملاك نور. واحنا اليومين دول نسمع كتير قوي، كتير من المؤمنين، الرب قال لي. ما دايما بقول الرب قال لي، يا حلوة يا اللي قوم استحمل، اللي هو الرب قال لي. عارف انت لو الرب بيقولك حياتك مختلفة، ولو الرب بيقولك ما انتش محتاج تسأل حد. ليه؟ لان خرافي مالها وانا اعرفها. فتعمل ايه؟ تاني خد بالك من الكلمات، بتعمل ايه؟ ماشية ورايا، واللي ماشي وراه لن يضل. انا هو نور العالم، من للمرة الرابعة هي يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وانا بصلي من كل قلبي انه ما فيش حد كبير فينا على روح الضلال. ما فيش. ما حدش بيكون وقعته شديدة جدا غير الكبار، غير لانها طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها مالها قوية شداد جدا. هو ده التارجت بتاع الشرير. التارجت بتاع الشرير مش العالم الصغيرة، التارجت بتاع الشرير هو الحد الكبير. ليه؟ لما ده يضرب ناس كتيرة وراه. مش هسأل كم واحد فينا هنا متعثر بسبب حد في الإيمان هو شافه وكان واثق فيه، ولما اتضرب تحس ان انت يا عم اسكان ده راح، انا اروح فين بقى؟ ده كل اللي كانوا بيقولوه مزيف، ده كل اللي كان بيقولوه ضايع مش موجود. الله هو بينبهنا على ده، بينبه حياتنا وقلوبنا على ده. انا بكتشف كل ما بمشي مع الرب وكل ما بعيش معاه وبتعلم، ان كتير مننا وبالذات في الايمان الانجيلي، اسمعوني كويس، بالذات في الايمان الانجيلي بيبوظوا وبيخربوا وبيعيشوا حياة غير مستقيمة بلا ثمر، لأنه بنوا إيمانهم على قناعات مزيفة، وبنوا إيمانهم على قناعة مزيفة إنه لما جه للإيمان الرب بيحبك، الرب بيخبط على بابك، الرب بيتحمل عليك، الرب مات علشانك، الرب يعمل أي حاجة علشانك. امسك الأناجيل ودور فيها على كم مرة الرب يسوع اتكلم على محبة الله. اربط حزامك عشان ما تتفزعش، اربط الحزام عشان ما تمطرش مني، الله يخليك. مرة واحدة
مرة واحدة لرجل دين بعد الساعة 12 بالليل في حتة ضلمة بينهم هما الاثنين، ولا مرة قدام الجماهير الرب يسوع اتكلم عن محبة الآب. نيفر نيفر. هاتلي الرب يسوع لما خاطب الآب وهو بيصلي كم مرة قال أيها الآب المحب؟ ولا مرة ولا مرة ولا مرة. محدش يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن لهم. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو عمل إيه؟ احنا بقى مش بنخبر باللي قاله الابن، احنا بنخبر باللي احنا خلقناه مع بعضنا. الابن لما شافوا الاب شافوا في صفتين اتنين كررهم كل الوقت، ايها الاب القدوس البار، ايها الاب القدوس الايه البار. قصة المحبة اللي احنا عايشينها واللي احنا عايشينها واللي انت واخد واللي انت واخدها وعايش بيها، والرب ما عمليش وانا صعبان عليا من الرب وانا واخد على خطري منه، لن تجد في كلمة الله احد يقول لك انا صعبان عليا من الرب انا واخد على خطري منه، الرب ما عمليش زي ما عمل لفلان. ما انتش عارفه، لانك لو عارفه زي ما هو اعلن عن نفسه مش هتعيش حياتك غير مستقيمة، مش هيتعيش حياتك وانت كل تركيزك على نفسك، وان الله هو اللي يسدد لك احتياجاتك، وان الله هو اللي يدلعك، وان الله هو اللي يشفيك، وان الله هو اللي يطبطب عليك، وان الله ياخد بايديك، وان الله يفتقدك، وان الله يعوضك. النهاردة الكنيسة بقى فيها ترند كبير جدا من الناس اللي بتبيع انجيل. هذا الانجيل انا بسميه انجيل رخيص، ان ربنا موجود عشان يخدمك. العكس هو الصحيح، هو ابقى على وجودك ووجودي علشان نخدمه الى النهاية. انت معايا ولا مش معايا؟ ده الشرف والامتياز اللي ليا وليك، ان احنا نعرفه، ان احنا نعرفه. ولان احنا نعرفه، لو عرفت القدوس في حاجة تانية مختلفة. سفر الامثال اصحاح 9 وعدد 10 كده كويس ابو صفا؟ الحمد لله ماشي الحال على القلب. سفر الامثال اصحاح 9 وعدد 10 بيقول بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم. بدء الحكمة عين العقل، بالبلدي بترجمة نبيل عطلة، عين العقل مخافة الله. وعشان تخاف الله لازم تعرف من هو القدوس. تاني، علشان ليه اخافه؟ هو الله بيخاف منه؟ تعليم انجيل المحبة يقول لك ربنا ما بيتخافش منه. انت معايا ولا مش معايا؟ لا لا لا، مين قال؟ مين قال ده مش صحيح؟ لا، اقول لك الله يتخاف منه، وده الوحيد اللي يتخاف منه وتخاف وتهابه جدا جدا، لانه في ايديه مش انه يموت جسدك، في ايديه انه يلقي جسدك ونفسك في جهنم. وناس كتيره بتحاول تشيل عنه هذه الصفه، انه لا 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 مش ربنا اللي بيعمل كده. لا، ربنا بيعمل كده، وده اللي هشرحه لك بعد شويه. ليه 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 ليه؟ لانه صفته الاساسيه انه قدوس. يعني قدوس؟ قدوس يعني متفرد، قدوس يعني مش محتاج حاجة من حد عشان يكون هو. قدوس يعني مميز، قدوس يعني في حتة لوحده، قدوس يعني اسمعني كويس اسمعني كويس اسمعني كويس عشان نطبق ده على حياتنا فيكون لي معنى جوانا. قدوس يعني لا يستطيع أن يغير شيء في شخصيته ليتوافق مع أي حاجة في الخليقة ولا مع البشر. لا يستطيع، نيفر. هو قدوس غير قابل للتغيير. أنا وإنت قابلين للتغيير لأجل هدف واحد بس، أن نكون قديسين. لأن أنا وإنت واقعين في الخطية، فعملوا فينا بالروح القدس إن إحنا نتغير لنكون مشابهين ذاك. مباركون الله، أفسس 1:3-4، مباركون الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي
باركنا بكل بركة روحية في السماويات واختارنا فيه قبل تأسيس العالم. ليه؟ لنكون حبوبين، لنكون قديسين وإيه؟ بلا لوم. هو تعريف البار، بلا لوم هو تعريف البار. البار هو الشخص الذي يقف بلا لوم، ليس عليه حجة، ليس عليه خطأ. الله اختارني واختارك نكون زيه، نكون زيه في ايه؟ قديسين وبلا لوم، لان هو قدوس وبار. علشان اخاف الله لازم اعلم انه قدوس، ولانه هو قدوس في حاجات انا اعملها، اقول لك بس ما تتخضش مني، في حاجات انا بعملها رب ما يقدرش يعملها. مثلا انا اعرف اكذب، هو ما اعرفش يكذب. انا ممكن ما حافظش على العهد، هو ما يقدرش ما يحافظش على العهد. انا ممكن ارجع في كلامي، هو مش ممكن يرجع في كلامه. ده مش بيميزني على الله ان انا افضل، بالعكس 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 تماما، بالعكس. في حاجات لانه هو قدوس، قدوس ما يقدرش يتغير، ما يقدرش يتغير. وفهمي وفهمك النهارده المحاضرتنا اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، بس انه انا عايز اكلمك على انه الهنا، لان هو اله قدوس، اله له قوانين ونظم. وانا بصلي ربنا يحررنا من السبهللة الانجيلية. لو تسمع عن السبهللة، تعرف السبهللة؟ السبهللة الانجيلية، ليس الله انسانا فيكذب، ولا ابن انسان فيندم. هل يقول ولا يفعل، او يتكلم ولا يفي؟ حاشا. الله النهاردة ينور عيني وعينيك، ينور بصيرتي وبصيرتك، ان في حاجة اسمها قانون الله الادبي. ما هو قانون الله الادبي؟ قانون الله الادبي عندما ينطق الله بكلمات للانسان ويعطيه وعد من المواعيد، هذا الوعد على الدوام. رابط حزامك ولا مش رابط حزامك كويس؟ مشروط. أؤمر بالبركة في أين؟ أنا أمرت. أنت تعيش البركة لو وفيت المطالب اللي عليك، لكن أنا من ناحيتي أنا صنعت اللي عندي، أنا أعطيت. ليه؟ أنا مش خلقك عشان أعذبك في الأصل، أنا مش خلقك عشان أطلع عينك وعين أهلك، أنا مش خلقك عشان أبهدلك، أنا مش خلقك علشان تعيش حياة مزرية، أنا مش خلقك عشان أنت تكون غلطة. ده اختيارات أبو أمك اللي قالوا لك أنك أنت غلطة. أنت بالنسبة لي من قبل ما أنا أأسس العالم أنت معروف عندي، واسمك مسجل، وحافظ كل حاجة فيك، وليك خطة عندي. القناعة اللي دخلت جواك بأنك كذبة، القناعة اللي دخلت جواك أنك ولا حاجة، ظروف حياتك اللي أنت عشتها لن تمحو أن ليك خطة عندي، وعليك أنك تكتشفها، وعليك أنك تعرفها. هو بيقول في القريبين مني أنا هعمل إيه؟ أتقدس. هيعرفوا قدستي، ولما يعرفوني أنا، معرفة القدوس مالها؟ تنور دماغي، تنور. لما اعرف، لما افهم، عندما افهم واعلم، حبطل لوم، وحبطل شكاية، وحبطل مرمرة، وحبطل انسب لله جهالة. مشاكل كتيرة جدا في حياتنا وفي ايماننا بسبب قلة المعرفة وبسبب نقصان الفهم. والفضيحة الكبيرة ان احنا في عصر الاتصالات والتكنولوجيا، ده اكبر فضيحة. مش معنى انك عارف، مش معنى انك متعلم، مش معنى انك مثقف بكفاية انك فهمان. اغلب فلاسفة العالم بالنسبة لله جهلة، جهلة، جهلة. اختار الله جهال العالم عشان يعمل ايه؟ يخزي حكمة الحكماء، لأنه في حكمة نفسانية شيطانية، عد زي ما انت عايز، لكن في حكمة تانية نازلة من فوق.
رسول بولس هو بيصلي إلى أهل أفسس عشان الله يعطيهم روح الحكمة والإعلان في معرفتي. وأنا عايز أقولها لك باختصار عشان نختصر على نفسنا الوقت، لأن عندي حاجات كتير قوي جوايا مش الوقت مش هيساعدنا عشان أشارك فيها. ما فيش حاجة هتعلمك الحكمة ولا تدي لك أنك تكون حكيم علشان روح الإعلان يمتلكك من اللي نازل من فوق علشان تعرف الله وتعيش حياة تقية أكتر من مخافة الرب. من مخافة الرب أنك تخافه. امبارح كنت بشارككم في سفر الرؤيا اصحاح 14 وعدد 6 البشارة الأبدية. البشارة الأبدية بتقول خافوا الله واعطوه مجدا. خافوا الله واعطوه خوف الله نقي، خوف الله مش مرعب، خوف الله مش من نوع الخوف اللي بيتمارس عليا وعليك، خوف الله مش من نوع الخوف اللي بيحطه عليا الشرير في التهديد. خوف الله توقير، احترام من حد عمل فيك معروف كبير جدا وفي حد انت هتقف قدامه علشان هتعطي حساب. بخافك، ولما تخافه ما تتنيش في الكلام. عارف يعني ما تتنيش؟ ما تاخدش وتدي، ما تاخدش وتدي. لو انت بتخاف لحد، لو في حد مننا جرب يمشي مع حد يتعامل مع حد بيحترمه قوي، ليه مهابة كده اوكي، اللي يقول عليه بتعمل انت فيه ايه على طول؟ بابا وماما طبعا ممكن نزعق ونتخانق وناخد وندي ونخاصم وناخد بعضنا، لكن الشخص اللي انا بحترمه بزيادة هو الشخص اللي انا بخافه بزيادة. وخوف الله نقي لان خوف الله يحررني من خوف الناس. من خاف لم يتكمل بعد في الايه؟ في الم... حب الله ليا وليك ده اللي يخليك تقدر مقدار هذا الحب. حب الله مش كلام 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 ابدا. الله ما بيقولش احببتكم مت فيكم، الله ما بيقولش ترانيم علينا. الله لما احب بذل، الله حبه فعل، الله حبه مبادرة. والمبادرة اللي هو اخذها مبادرة من اله قدوس ناحية انسان خاطئ الذي يبرر. يبرر مين؟ يبرر الفاجر فضلة خيرك. يبرر الفاجر. ليه يبرر الفاجر؟ طب ما هو فاجر اهو. ما انت ده مش فاجر، ده فاجر اهو، يبرره ليه بقى؟ قول لي انت. يبرر الفاجر لانه في قانون الله الادبي ان اجرة الخطية هي موت، ومن غير دفع هذه الاجرة لا يجوز اعطاء البراءة باي حال من الاحوال. وعشان كده في اللاهوت في علم الكلام اللاهوت الإسلامي انه يقول لك هناك خطأ في اللاهوت المسيحي. اللاهوت المسيحي ان ربنا جه وتجسد ومات عشان الانسان لان الانسان اخطأ. الله مش محتاج لده. ليه؟ لانه هو تواب رحيم. هو تواب رحيم اه، بس انت مش فاهم قانونه لانك ما تعرفوش. لما تعرفه القانون يبتدي ازاي؟ القانون يبتدي تعالى ادي الجنة انا حطيتك فيها لتعملها، خلاص انت هتثمر فيها، انا هدي لك نعمة. كل ما هو موجود في الخليقة من طيور من زحفات من حيوانات انت اللي هتديله اسم، انت اللي هتديله قيمة. ولانك انت هتديله قيمة ليك حرية لانك مخلوق على شبهي. تاني، ليك حرية لانك مخلوق على شبهي وعلى صورتي. ما في يوم من الايام الى الابد الى الابد، لاني انا لا اغير كلماتي ولا قوانيني، ما في مرة من المرات انا هاخد منك حريتك انك تختار. واذا اخترت انك تعبدني ده هيكون اختيارك المحض لاني انا مستحق لده. لو ما اخترتوش دي حاجة ترجع لك انت. من كل شجر الجنة تأكل إلا الشجرة دي، أوكي؟ إلا الشجرة دي، الشجرة دي شجرة معرفة الخير والشر. كان في شجرة تانية اسمها شجرة الحياة، كل منها، كل من كل الأشجار. الشجرة دي ما تأكلش منها. ليه؟ يوم ما تأكل منها، أنا مش هرجع في كلامي. ك
كم من الخطايا احنا بنعملها اكتر من ان ادم اكل ثمره بالذمه؟ راجل لا ترد عليا الله يخليك. قول لي كده، قول لي، قول لي يعني ايه الفكره؟ يعني ايه واحد اكل بتاع المدام عزمت عليه وهو يعني ميت فيها موت، فتدي له اي حاجه يروح وكيلها ومخلص؟ لان الله بيبتدي، وهو بيبتدي هو بيعلم الانسان الدرس قانوني غير قابل للتغيير، وهتدفع ثمن اللي انا قلته. هتاكل منها اللي هيحصل لك موتا تموت، انتهت، مش هرجع في كلامي. اتحنن وقته، انا مش هرجع في كلامي، انا مش هرجع. ليه ما ترجعش في كلامك؟ لانك ما تعرفنيش، لان انا قدوس وبار. طب ما تحلها بقى بسهولة يعني، خلاص يا دي ادم روح بغسل ودنه كده وضربه ضربتين وعيب عليك بقى وخلاص، يلا ماشي. يبقى مش الله، يبقى مش اله اقدر احترمه. ليه؟ لان اصحى الصبح مزاجه رايق ماشي الحال، مزاجه مش رايق يقلب الدنيا كلها. انت معايا ولا مش معايا؟ انا اشكرك لانك ما بتتغيرش. عارف لو كان اتغير كان حرقني من زمان، كان ولع فيا من بدري، لكن هو امين لوعوده، امين لعهوده، امين للي هو صنعه، هو امين لاسمي. وعشان كده مرات كتيرة مع الشعب بيقول ايه؟ اصنع لاجل اسمي، انا اعمل لاجل اسمي. القانون بيقول انه منين ما في حاجة حصلت، الله عشان يطبق هذا القانون مئات من السنين لغاية ما جه هو بنفسه اتجسد كإنسان، انه يكون آدم الأخير بدل آدم الأول اللي أخطأ، وانه آدم الأخير يعيش الطاعة الكاملة اللي ما عشهاش آدم. ما نجح فيه الرب يسوع انه استطاع في كل المواقف ان يطيع الله الآب الى المنتهى. عشان كده المجازاة والمكافأة والربح اللي هو اخده، لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم. ليه؟ لانه اطاع حتى الموت، موت الصليب. مش عشان حاجة تاني، لانه اطاع، لانه اطاع. الرب وعد ابراهيم انا هخلي نسلك كنجوم السماء في الكثرة كرمر الله على شاطئ البحر. عارفين كلنا القصة والحدوتة والمشوار وازاي طنط سارة اقترحت عليه ان ربنا متأخر في مواعيده، فخلينا احنا خلينا نساعده. فعندك هاجر مصرية يعني روشة وامورة وجميلة، خد خل عليها وهات لي نسل. فجاب لها نسل. لسه بنعاني من المشكلة لغاية النهاردة. راحت هاجر وراح اسماعيل، بإسحاق يكون لك نسل. بعد ما جاب إسحاق اللي فيه المواعيد، اللي فيه المواعيد، اللي فيه المواعيد. تكوين 22، قوم خد ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. لا تكون بس غلطان في العنوان ولا مش واخد بالك، ابنك وحيدك بالنسبة لي أنا ده وحيدك الذي تحبه إسحاق، روح على جبل المورية وقدمه لي هناك ذبيحة. طبعا لو إبراهيم إنجيلي زي حالاتي، في اسم الرب يسوع انتهر كل صوت غريب عليا، كل صوت من إبليس ضد مواعيد الله، ضد كلمات الله على حياتي، في اسم الرب يسوع كل روح للانتحار والقتل أنا أقيده من عليا ومن على رايت صح ولا أنا غلطان؟ دي الممارسة بتاعتنا على الطاقطة. إبراهيم كان عارفه، ابراهيم كان عارف الصوت ده، ده الصوت اللي قال له في يوم من الايام وهو ساكن هنا في العراق، قوم اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي، هو نفس الصوت، هو نفس الصوت. انا عارف الصوت ده، الصوت ده ما بيغلطش، الصوت ده ما بيقولش حاجة وضدها مرة تاني. عشان كده لان انا عارف الصوت وعارف ان الذي وعد امين، هو قادر ان يقيم من الحجارة اولاد لابراهيم. اخده وراح بيه. والابن بيقول احنا دايما متخيلين اسحاق ان هو كده حاجة، بسم الله ما شاء الله ده راجل يعني طول بعرضه و... طيب الحطب موجود والحجارة موجودة والحطب فين الخروف؟ يهوه يرأى، الله يرى ويدبر.
الله مش بس يرى، الله هو الرؤية بذاتها اللي بيرى ما هو آتي في المستقبل ومدبره من قبل ما المستقبل يجي. لما راح ورفع ايده والرب قال امسك ايدك عن انك تذبح ايدك، عارف الرب يقول ايه؟ صاحب الوعد اللي وعد يقول ايه؟ الان علمت انك خائف الله. وعدي ليك اللي انا وعدته بيك انا حتممه في حياتك. ليه؟ لان امتحنت قلبك واختبرتك واكتشفت ان عطيتي مش اغلى عندك من انك تطعني. سامعني ولا لا يا عم يا مؤمن؟ سامعني ولا مش سامع؟ عطيتي مش اغلى انك تهاب القدوس وانك تعرف القدوس، وعشان كده انا اباركك واكثر نسلك، انا اتمم وعدي ليك. عشان الله يتمم قانونه وكلماته، رب يسوع جه وتجسد ومات لاجلي ولاجلك عشان يدفع اجره خطايانا. ليه؟ لان الله عنده قانون ادبي لن يكسره في اي لحظه من اللحظات. لابد ان يتممه، لابد ان يكون، لابد ان يكون. ده اللي يديني بصيره وده يديني فهم النهارده. لازم افهم واعرف القدوس، والقدوس لا يستطيع أن يتساهل مع الخطية بأي حال من الأحوال. يغفرها ونفسه أقول لك على حاجة تاني النهاردة، مفيش غفران من غير توبة واعتراف. صباح الخير. مفيش غفران من غير توبة واعتراف، دي قوانين الله. ما تغير في التطبيق هو في نعمة ربنا يسوع المسيح اللي صار ليا وليك، هذا الذبيح اللي مات عني وعنك، واللي في كل مرة نعترف بخطايانا لابد ان آتي من خلال دم الحمل اللي اتسفك عني واللي اتسفك مرة واحدة وإلى الأبد، لأنه دخل إلى الأقداس فوجد فداء، مش بتاع كل يوم، فداء ايه؟ أبديا. لكن القانون هو قانون، القانون هو قانون حتى علي وعليك كمؤمن، ان اجرة الخطية هي، انت معايا ولا مش معايا؟ اجرة الخطية هي ايه؟ هذا قانون في السماوات لن يتغير، لن يتغير، لان اللي نطق بها الله لن يتغير، نعالجها ازاي النهارده؟ كنت تعالجها في العقد القديم، ان كل ما تخطئ تروح تدور لك على حاجه على حسب امكانياتك الاقتصاديه والماديه انك تقدم ذبيحه، ولما تروح تقدم الذبيحه وتتوب تعترف، ولما تعترف تقول للكاهن ايه اللي انت اخطات فيه ويذبح الذبيحه دي عنك، عشان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ليه؟ لأنه في حياة لابد تدفع أجرة خطية الموت للي نطق بيها من آلاف السنين وقالها الآدم، هو لسه عند قانون وعند كلمته. واللي أنا فهمه لك النهاردة واللي بفهمه واللي محتاج أتعلمه ونتعلمه أنا وإنت مع بعض، إنه هذا الإله القدوس اللي إحنا ماشيين معاه هو حنان، هو رؤوف، هو عطوف، هو معطاء، هو غافر، هو رحيم، هو طويل الروح، هو كثير الرحمة، هو محسن، هو صالح، هو شافي، هو صافح عن الذنب، هو كثير الرف، كل الصفات اللي احنا نموت فيها ونحبها وعايزين نلحسها زي المربى، كل هذه الصفات تنبع من انه هو الاله الحي القدوس. لانه هو قدوس ما يقدرش ما يكونش بقية صفاته، ما يقدرش ما يكونش عطوف، ما يقدرش ما يكونش محب، ما يقدرش يكون بيتحنن، ما يقدرش يكون طويل الروح وكثير الرحمة، دي صفاته هو ونبع من قداسته. عشان أفعل كل صفات الله في حياتي لابد أني أفهم قداسة الله. لن يفعل شيء بدون حالة أدبية مرضية أمامه. تاني، الله لن يفعل شيء في حياتنا، في حياة الأمم، بدون حالة مرضية أدبية أمامه. محتاج في قانون الله الأبدي الأدبي أني أفهم مين هو الرب، أنه هو القدوس البار. شيء تاني، أن كل بركات الله ووعوده مشروطة.
العلاقة ما بين الله وما بيننا علاقة ما بين طرفين، والعلاقة اللي ربنا أوجدنا عليها إن إحنا مخلوقين على صورته وعلى شبهه. ولأن مخلوقين على صورته وعلى شبهه لنا إرادة حرة، وهذه الإرادة الحرة تحتم مسؤوليتنا عن قراراتنا. ومرة تانية أقولها لك، هو بيحترم هذه الإرادة، مش هياخدها مننا. ليه بيسمح لناس تجرحك وناس تألمك وناس تأذيك؟ عارف ليه؟ لأن الناس دول مخلوقين على صورته ولهم حرية الإرادة، وهو مش هيقدر يسحب الإرادة منهم. لكن هو مسؤول انه يطيب جراحك، هو مسؤول انه يشفيك ان طلبت منه، هو مسؤول انه يعالجك، هو مسؤول انه ياخد بديه. لكن لن يمنع الاخرين عن جرحك، لن يمنع الاخرين عن ايذائك. هو نفسه لم يمنع اولئك انه يؤذوا ابنه الوحيد ويموتوه حسدا. لأننا كائنات مسؤولة، سنقدم حساب في تعليم أنا كبرت فيه، تعليم أنا كبرت فيه وترسمت فيه ونشأت فيه وعلمت، تعليم النعمة المكتسحة. ما أنت ملكش دور خالص، أنت ملكش أي دور في الحياة، أنت كل اللي عليك أنك تقبل نعمة الله بس. ونعمة الله ده اختيارات النعمة، ربنا يجيبك بالنعمة، ده فضله هو وسلطانه هو. كأن سلطان الله سيتمم ويكون عندما أمحى أنا من الوجود. أنت فاهم غلط، أنت فاهم غلط. سلطان الله وقدسته تتحقق عندما أكون موجود ويطبق قانونه على حياتي، وأتعامل مع هذا القانون بمقتضى ما أعطانا الله من استنارة ومن حكمة ومن نعمة ومن فهم للحق والمكتوب اللي بين إيدينا. الله بيعملنا بده. فاكرين مثل لعازر والغني؟ في مصر لعازر والغني، لعازر بيقول، انه الغني بيقول يا ابويا ابراهيم قل لعازر بس يبل طرف صباعه ويجي. قال له سوري ما اقدرش نجيلك، احنا ما نقدرش، في هو بيننا وبينكم، ما نقدرش يعدي لك ولا يجي لك. طيب خلي لعازر يقوم من الاموات، مش معجزه دي ولا ايه؟ هللويا. خليه يقوم من الاموات، لان انا أحشاءك تعود إليك في الجحيم، إنه أسوأ ما في الجحيم ما زال هناك في قلبك، إنك لا ترتضي إنه من هم ليك في العالم يأتوا إلى نفس المكان. قل له يروح، لأن لي خمسة إخوات آخرين علشان يقول لهم يتوبوا ما يرجعوش مكان. قال لهم ولو قام واحد من الأنبياء لا يؤمنون. ليه؟ لأن عندهم موسى والأنبياء. إيه ده؟ امال انا بعت لك ده ليه قبل كده؟ امال انا وصلت لك ده ليه قبل كده؟ انا هحاسبك بقانون ده، مش لو قام واحد من الاموات، انا بحاسبك بقانون اللي انا اقريته واللي انا صنعته. انتوا معايا؟ لا تضل الله لا يشمخ عليه. اسمع القانون كويس، لا تضل الله لا يشمخ عليه. غلط يا 16. انما يزرعه الانسان اياه يحصد خيرا كان اما شرا. انا بقى بزرع ايه؟ اللي انا بزرعه. المؤتمر اللي فات احنا حكينا عن الزرع والحصاد، خدنا وقت طويل قوي. اللي انت بتزرعه انت هتحصده. ليه؟ لان ده قانون الله، ده قانون الله. الله لا يشمع. ما تتعلاش عن الرب، ما تتعلاش عن الرب وانت مستني انك تحصد خير عن زر انت، عن شر انت شرعته، او تحصد بركة لحاجة انت ما زرعتهاش من الاصل. مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل. كويس. يعقوب 4:8 تقول كلمة الله اقتربوا إلى الله في اللي يحصل يقترب إليكم. يوحنا الأولى 1:9 إن اعترفنا بخطايانا. من الناحية التانية، لأن واحدة من صفاته هو أمين وإيه كمان؟ وعادل، حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل. تفعيل غفران الله لخطاياي لن يتم إلا إذا اعترفت بخطاياي.
كوعك للي جنبك وقول له فوق. هلو معايا؟ القانون موجود، لن يفعل الا بشرط. الشرط موجود على الدوام. في حاجة انا عملتها لك تحتاج منك لانك مسؤول قدامي انك تتفاعل معايا. متى 6 14، فانه ده ان برضو، فانه ان غفرتم للناس زلاتهم. تصدق وتأمن بالله، لسه مراتي الاسبوع اللي فات سمع واحد اسيس كبير يعني، وزن الحقيقة، وزن في العالم العربي، بيقول ما تفهموش الآية دي بصورة حرفية. عبد ربه مش مهم، واحد don't guess يعني، ما تقعدش تفكر في مين. وانا بفكر اقول لك على حاجة، من ضمن مخافة الله ان كلماته لا تحتمل التأويل. ما تحتملش، ما تحتملش. فانه ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم ابوكم السماوي زلات. وان اداة شرط لازمة، علمونا كده في اللغة العربية. وان لم تغفروا للناس زلاتهم I'm very sorry، انا بعتذر لك من قلبي، انا مش هقدر اغيرني، لن اغفر ليك زلاتك. ولما يغفر لي زلاتي اجرة الخطية هي ايه؟ انت قلت لي موت. كل الناس اللي رايحة للجحيم الرب بيحبهم. باي ذا واي، انت معايا ولا مش معايا؟ كل الناس اللي في الجحيم الرب بيبكي عليهم، لكن ملوش اختيار ان هم يروحوا الجحيم، ده اختياراتهم هم، واختياراتهم هم يا اما عن معرفة ويا اما عن جهل، والجهل لا يحميك من تطبيق القانون عليك. قانون علمهولي اخويا الصغير، اخويا الاكبر مني وانا صغير، رحت السيرك مرة فيدونا كان بتاع كده عشان نرميها مش عارف على ايه، فلو يطلع لك ايه بتاع، وهي البتاعة بتلف اساسا يعني كل مثلا اسبوع لما تسمع ان واحد جاء عليه، فتقول له كده بيسرقوا الناس، علمني القانون ده وانا صغير. قال لي في حاجة حبيبي في القانون اسمها القانون لا يحمي المغفلين. لو انت غافل، لما البشر البني ادمين العادين اكتشفوها فما بالك بالقوانين الالهية. هلك شعبي. ليه هلك شعبي؟ ما انت لو بتحبه ما كنتش سمحت، ما انت لو بتحبه كنت مديت ايدك وطلعتهم، ما انت لو بتحبه، ما انت لو اب انت هتقول له هو ابو كل خليقة الذي متسمى منه كل ابوة، انه هو لو انت صدقني وانت مش عايزين غير ضرب النار، صدقني ضرب النار عشان هو يستريح مننا ومن الانواع اللي زينا. لما بتفكر فيه، لما تعرفه كقدوس ولانه هو قدوس، الجزء الباقي من الامر ان انا وانت علينا مسؤولية، وهذه مسؤولية علينا ان نحملها الى النهاية. مش هو ربنا رحيم؟ ايوه. مش هو ربنا عطوف؟ فين النعمة؟ طيب فين النعمة؟ قولي كده فين النعمة؟ فين النعمة بقى؟ مش اتعلمت لنا بكده، قلت لنا قبل كده ان النعمة عطية مجانية لمن لا يستحق، صح ولا لا؟ المؤتمر اللي فات قلت لك ابتديت بالنعمة اعمل ايه؟ انا على فكرة عاشق للنعمة، عاشق واقع في يعني في النعمة واللي جايبين من النعمة، بموت في النعمة وبحب النعمة، بس فهمها صح. فهمها صح. النعمة انه هناك مقدار من الحرية، مقدار من المغفرة، مقدار من العطاء، مقدار من البركة اللي وعدت ليك في المسيح يسوع عندما تكمل الشروط انك تقف من الله موقف صحيح. موجودة موجودة موجودة. مزخر يعني ايه مزخر؟ يعني في خزينة، في مخازن، المخازن موجودة عندما آتي أمام الله وأطلب ده يكون ليك. اللي قال لا تطرحوا ضرركم أمام الخنازير بالأولى يطبق ده على نفسه.
متضايقين مني انا عارف، بس ماشي الحال. anyway. اللي في قلبي ان ربنا يخلق جيل من المؤمنين بيخافوه ماسكين فيه، لما يجي الاضطهاد ويجي الالم ما يهربوش، ما يبقوش زي اللي جايين فرحانين بالكلمة. واذا حدث اضطهاد او ضيق فللوقت طاير، لكن اللي واقف ساب انا عارف كمالك، انا عارف قداستك، انا عارف اختياراتك الافضل، انا عارف وعودك وكلماتك انك قلت في العالم سيكون لكم دي. انا عارف اني من ضمن الحاجات اللي ممكن ادفعها في حياتي اني ادفع حياتي بسبب طاعتك، وان اسمك دعي عليا، وده امتياز لا يحصل عليه الا قليلين. ورأيت انا يوحنا تحت المذبح ناس لابسه ثياب بيض، فسألت دول مين؟ قال دول الذين أتوا من الضيقة العظيمة، الذين قد بيضوا ثيابهم بدم الخروف. ودول اللي بيقولوا في أصحاح تاني واقفين بيقولوا للرب متى تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. فقيل لهم أن يستريحوا قليلا وزمانا إلى أن يكمل إخوتهم المزمعين أن يموتوا. استشهدوا. لا ما غيرتش وجهة نظرك ولا إيه؟ لا 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 لا، ده انتوا واخدين نصيب ولسه في زيكم تاني على الأرض حيموتوا بنفس الموتة. ما حدش فينا بيصلي للرب يقول له يا رب اديني نعمة أموت موتة تمجد اسمك يا رب، احفظني من البتنجان، احفظني من الحبشتكان، احفظنا من البتاع والعيال وال عيال مين؟ هم عيالي اساسا؟ هم عيالي انا؟ دول عيالي هو ده وديعه وديعه وديعه. حنا ام صمويل وهي مديه الدير عارف تقول عنه ايه؟ عاريه للرب. عارف يعني ايه عاريه؟ استعاره. ده انا مستعراه، ده انا واخداه اعاره لكن برجعاه تاني ليه، انا برجعاه للرب. الخوف يتقتل من حياتي عندما اعلم من هو المالك الحقيقي لكل امر موجود في حياتي، وعندها ليس لخوف الناس ولا خوف البشر ولا خوف الزمن ولا خوف الايام ولا خوف الشرير سلطان علي، لان مخافه اسمه ملياني ملياني. التطبيق موجود والتطبيق مستمر في حاجات كتيرة جدا 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 في كلمة الله. ونفسي أقولك بالمناسبة بس عشان برضو التعليم ده طالع وطالع جديد ومنتشر جدا، بيقولك إن إله العهد القديم غير إله العهد الجديد. إخواتنا السوريين وبعض وكتير من الفلسطينيين ما قروش العهد القديم. ليه؟ لأنه الإله ده تعرف ايه هو الكتاب المقدس الرب يسوع كان بياخد فيه خلوته؟ العهد القديم اللي بيطبق ويقول ما قال الله وتحقق في يسوع المسيح. عبرانيين واحد بتقول كلمة الله، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في مين؟ في ابنه. هو ده الاختلاف، ده الاختلاف الوحيد، ده الاختلاف الوحيد. الاختلاف الوحيد أن هناك هذا الإله قطع عهد في القديم، في القديم أنه كلمته مطبوعة على أوراق. في العهد الجديد لن تكون الكلمة مطبوعة، ده العهد الجديد أنه كلمته حتكون مطبوعة على ألواح لحمية. هو ده الوعد، اقرأ إرميا 33 تاني. هو ده الكلمة، أن غفران الخطايا لن يبنى على ذبيحة حيوانية anymore، لكن حيبنى على ذبيحة إنسانية في شخص ربنا يسوع المسيح. ده من رحمة الله. حد يقول له أشكرك على رحمتك؟ تخيل لو انت لسه عايشين لغايه النهارده تسحب لك معزه، وكل ما تسحب المعزه الناس كلها عارفه انك اتنيلت ب60 نيل، عملت مصيبه سودة وماشي، وتروح قدام الكاهن انا زيفت وعملت واذبح، وتاني يوم اذبح
تالت يوم يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. هذا الإله القدوس إله العهد القديم هو نفس الإله هو نفس الإله. إنه في يوم واحد في السنة اسمه يوم الكفارة كل الشعب يصوم فيه البهايم مع الناس، ويجي رئيس الكهنة، دي المرة الوحيدة اللي مسموح لي إنه يدخل إلى قدس الأقداس، ولما حضرته يدخل هناك تربطوا له أجراس في توبه، وهو داخل هناك تسمعوا الأجراس، لأنه غلطة واحدة قدامي مش هقول له خد بالك بقى هارون، عيب عليك هارون انت حبيبي انت، بس خد بالك المرة التانية يسحبوه من هناك يجيبوه من هناك وما تتكلمش ولا كلمة. ليه؟ لأن الدم بس هو اللي يتكلم قدامي، أنا لا أقبل من تمن حياه إنه يتكلم أمامي عن خطايا البشر لأني قدوس. تطبيق العمل اللي ربنا بيطبقه في حياتنا، أعطانا النموذج في ابنه شخص الرب يسوع. اسمع الكلام من فضلك، ما عنديش وقت طويل قوي، كنت اروح في مقاطع كتيرة كتابية علشان بيها تستنير عقولنا. شخص الرب يسوع، بقى ارجع اعمل هومورك كده واقرأ عبرانيين 5 مرة تاني. وفي عبرانيين 5 هناك صراع، هذا الصراع هو ما بين الانسان يسوع المسيح، الانسان يسوع المسيح المجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، وصراع يسوع المسيح الأساسي والأصلي في اختيارات الحياة، إنه يختار الألم والموت والمعاناة والتعب، ويختار مرات كتيرة إنه يستخدم القوة اللي موجودة عنده، ولا إنه يطيع الآب فيما يطلب، وفي كل مرة نجح. ومع كونه ابنا، الرب يسوع ما تولدش من بطن أمه بينطق، خد بالك أنت، ولا تولد من بطن أمه بيطيع لوحده. الرب يسوع كان يتعلم الطاعة. هذا يقل من شفنكحوش الرب يسوع، ويقلل من لا ما يقللش ولا حاجة، بالعكس ده يديني نعمة ورجاء إنه هو ده الإنسان الكامل اللي عاش وأرضى الآب، ولو كان ساكن فيا هو الوحيد اللي لسه هيعمل كده لغاية دلوقتي. ده صراعه المستمر انه يطيع. تقول كلمة الله انه صرخ للقادر ان يخلصه فسمع له. ليه سمع ليه؟ لانه بيخاف الرب الهه، سمع له لاجل تقواه. كتير من صلواتنا مش مسموعة ليه؟ مش مصحوبة بطاعة. ما هي التقوى؟ اني اطيعك فيما ترضيه. أنا لست وحدي لأن الآب معي. ليه؟ لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. ليه ما بنحطش خطوط تحت الآيات دي؟ مش فاهم، أنا مش فاهم ليه بحط تحتها خط؟ ليه ما بتركزش قدامي أنه أنا مش حاسس بوحدة يا عم، أنا مش حاسس باكتئاب، أنا لو كل الناس سابتني أنا مش لوحدي لأن الآب معي. ليه الآب معك؟ لأني هو معايا، لأني تعتمد علي مش عليه، تعتمد علي أنا، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. عشان كده أنا حاسس بحضوره المستمر معايا، في وجوده، في قربه مني، في القريبين مني. أعمل إيه؟ أنا أقرب ليهم، أنا آجي ناحيتهم، اقتربوا إلي، فأنا هعمل إيه؟ هتلاقيني قريب منك جدا. لكن الأمر معتمد على خطوة أنت بتاخدها، على نعمة أنا مديها لك علشان تاخد هذه الخطوة وتمشي فيها لقدام. صلاة سليمان، هختم بالكم فكرة دول. صلاة سليمان، سليمان هو بيصلي بيدشن الهيكل، تلاقي الكلام ده موجود في أخبار الأيام الثانية صحاح 6. هو بيدشن الهيكل، وبعد ما دشن الهيكل يعني أنت مين يا رب؟ ده أنت لا يسعك سماء السماوات، مين أنت عشان ترتضي تسكن في هذا البناء الصغير؟ لكن أنت هتدعو اسمك على هذا البناء. أنا ليا طلب يا رب، إذا شعبك ضل الطريق عنك ورجعوا إليك وطلبوا وجهك، اسمع أنت من السماوات.
لو رميتهم في أرض غريبة عقابا لخطاياهم وطلبوك من هناك وجههم ناحية هذا البيت ورجعوا عن خطاياهم، اسمع أنت من سماوات. هتلاقي في كل مرة يكرر وهو بيقول إذا، اسمع بس الكلام، بحط كده دايرة على كلمة إذا وسلم له، إذا 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 شرط 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 شرط. فالرب يرد عليه يقول له إيه؟ أخبار الأيام الثانية 7:14 يقول له أنا سمعت صلاتك وقدست هذا البيت، والآن إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا ورجعوا عن طرقهم الردية، عندها فقط أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. عندها فقط الشعب ده هيختبر إن أنا حنان وإن أنا رحيم وإن أنا كثير الرأفة والنعمة. إمتى؟ إذا رجع وطلب وجهي، إذا رجع وصلى مرة تاني. ما هي الصلاة في حياة المؤمن والمسيحي؟ لا مش هي الصلاة، سوري السؤال غلط. أسألك سؤال، ما هو تعريفك للكبرياء؟ تعريفك للكبرياء إيه؟ يا أرض نهدي ما عليك يا لا لا خالص، دول أكتر الناس تواضعا في الأرض صدقني. ما هو تعريفك للكبرياء؟ كبرياء الواحد مناخيره لفوق كده، الكتاب بيقول كده كفوا عن الذي في أنفه نسمة، شايف نفسه يعني، شايف روحه. تعريفك للكبرياء إيه؟ يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم. خليني أقول لك تعريفك للكبرياء حسب فهمي، فهمي فهم نبيل عطلة، تحب تكون معايا أهلا وسهلا، تحب تكتشف لنفسك براحتك. تعريف للكبرياء هو أنك تعيش حياتك 24 ساعة متكل على نفسك بدون الاتصال بسبب وجودك في الحياة. ده بالنسبة لله هو أكبر كبرياء، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. كم واحد مصدق ان ربنا معاه؟ ما بيتكلموش ليه؟ اصل حاسس ان انا ست. اديني اديني انتباه كده، لو ابو العيال الجميل واخدك في السيارة رايحين مشوار، خلاص مشوار طال تلت ساعة، طال تلت ساعة وانت عمالك تكلميه وهو وانت راجعين قلت يمكن مش سامع مش واخد باله، خلينا ارجع اكمل تاني، اكمل معاك كلام تاني وهو عمال يكلم ويشتم مش عارف مين مشي في العربية ويحكي في مين ويطلع الموبايل ويرد عليه وانت جنبه، جنبه على الكرسي اللي جنبه هو مش شايفك اساسا. اول احساس عندنا احساس بالجرح والتجاهل، بالجرح، مش حاسس ان انا موجود ولا ايه؟ انا مش موجوده معاك ولا ايه؟ بتعملني كده ليه؟ صح قال انت بتعملني كده ليه؟ ما بالك باللي بيملا الوجود واللي ساكن فيك لما بتتكلمش معاه ولا كلمه، ويوم ما هتفتح بقك علشان تتكلم عريضة من الشكاوى والالام والمواجع والحقنة. الحق فين يلا؟ الحاج فين؟ ده انا شايلك ومغطيك وكسيك ومراعيك وانت انت بتتحق الكلمتين اللي انت بتشتمني بيهم انا مديك نفس عشان تنطقهم يا بني ادم. محتاج اتغير في اداة شرط. اذا تواضع شعبي، ما هي صورة للتضاع يا رب؟ صلوا وطلبوا وجهي. تاني، صلوا وطلبوا وجهي، تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. ما هو صورة الاتضاع؟ انت ابويا، انت حبيبي، انت الهي، انا مقدر وجودك، انا راجع. اذا صلوا وعملوا ايه؟ ما هو طلب الوجه؟ عندما يرفع الله وجه انسان، عندما يأتي، ايه رأيك في سفر اخبار الايام الثانية عن يهويكين ملك إسرائيل اللي كان
محبوس هنا خلاص. جه الوقت انه الملك خرجه من السجن. تقول كلمة الله ورفع وجهه. رفع وجهه معناها انه نال الرضا. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك. يعني يرفع وجهه عليك، راضي عليك، يرضى عليك، يرجع رضاه مرة تانية على حياتك، حياة في رضاه، في رضا الرب. أنا لست وحدي لأن الآب معي، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. رضاه، رضا الساكن في العليقة. رضا رضا رضا. التواضع هنا باختصار شديد جدا ان انا راجع اطلب، بصلي واطلب وجهه. انا كلنا بلا استثناء، لاننا لم نتعلم الصلاة، لاننا مش فاهمينه هو مين اساسا، كل واغلب طلباتنا متركزة على ايده مش على وجهه. حتى في الخدمة، وافتح ووسع وشيل وحط. انا عايز ككنيسة يتخلق جيل بس هو بيعبد القدير وبيعظم اسمه وبيسبحه من كل القلب. هو قادر بتسبيحتنا اللي فيها بنطلب مرضاته وجهه، انه يبكم وانه يسكت وانه يربط بقبول وقيود كل الاعداء. من شعب قادر انه يباركه من تاني ويعظم اسمه من تاني ويحط عينه عليه من تاني ومصدق فيه من تاني. اذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم. قدر الاسم اللي موجود عليك، يا تعيش كمسيحي يا تشوف لك حاجة تاني. كنت لسه بقول للأسيس امبارح، انا الاقامة بتاعتي في الكويت المسمى بتاعها رجل دين غير اسلامي، اي حاجه يعني، اي حاجه بس مش مسلم، اي حاجه بس. اختار لك اي حاجه بس ما تقولش مسيح. الله يخليك. نفسنا النهارده نقدر الاسم اللي دعي علينا، اسم اللي اتحط علينا. انك مسيحي يعني ممسوح، انت مختار من عند الله، انت عايش لغرض، انت عايش لهدف. الله قد اعطاك سلطان ان هو ملك الملوك ورب الارباب، وهذا السلطان قد دفع إليك إنك تعيش كمسيحي، تعظم اسمه وتمجده حتى في وسط ألمك. لو دول موجودين، مش هو عايز عدد كتير قوي، بس 12 بس، 12 بس عاشوا اللي علمه لهم هو، واللي شافوه قدام عينيهم، واللي سمعوه منه، واللي أخدوه بروح القدوس ونالوه في يوم 50. الـ12 مكتوب عنهم أنهم قد فتنوا المسكونة، وإمكانياتهم لا تضاهى بإمكانياتنا في هذا العصر. زيرو ولا واحد لـ100 مليون. احنا عندنا إمكانيات أشد بكتير، لكن هم كان عندهم حاجة تاني. عارف ايه؟ خوف الله كان جوه قلوبهم. عارف الكنيسة كانت بتكبر ازاي؟ مش بالآيات والعجائب. الكنيسة كانت بتكبر ان اللي كان بيسرق من العطا يموت. اللي يسرق من العطا يحصل له ايه؟ يموت. اللي يتظاهر على الروح القدس يموت. انا عايزك تتخيل لو انا الاسيس بتاع حضرتك، خلاص انت واجي كده في يوم الحد، لو انت ما دفعتش العطا اعمل فيك ايه؟ كم واحد مننا مستني نوع من الأسس والرعاة يكونوا بهذا الشكل في الكنائس؟ أنا جالك عشان تحط إيديك علي، عشان تشفيني، تتنبأ علي، تتكلم علي، أي حاجة لمنفعتي، أي حاجة لمنفعتي. لكن إنه الراجل طب وقع مات، بطرس واقف، جه الست دخلت المدام، مدام سفيرة أهلا وسهلا بيك، قولي لي أنت بعتوا الحقل بكام؟ صدق أنا هفترض يعني هم بـ50,000 دينار، صدقني كلهم هو بالمبلغ ده. انا شايف ان انت اتفقت انت وهو على تكذبوا على روح الله. اسمع كلام، بص القرار اللي طالع من بقه شكله ايه. هو ذا ارجل الذين حملوا زوجك على الباب، هيجوا يشلوك دلوقتي. عرفت ازاي الرب عطاهم سلطان؟ كل ما يربطونه على الارض يكون مربوط في السماوات، كل ما يحلونه على الارض يكون بطرس اختار ان هذه المرأة تموت الان، والسماء قالت يس.
فين محبة ربنا؟ ده عشان سرقوا في العطا مرة. يا اخوات تعالى اتفرج علينا، ده لايف ستايل احنا عايشين بيه. وقع خوف على كل الذين سمعوا، وكانت الكنيسة تنمو وتتعزى بقوة الروح القدس، وبخوف الله كانت تتكاثر. ليه كنايسنا ما بتتكاثرش؟ عرفت الرد صح ولا انا ما عرفتوش؟ فيش خوف الله، فيش مهابة لهذا القدوس، فيش مهابة لهذا القدوس، فيش مهابة، فيش مهابة، مهابة، مهابة. يا رب. الشيء الأخير إنه التطبيق اللي أنا بطبقه، إذا رجعوا عن طرقهم الرضية، إذا رجعوا عن طرقهم الرضية، لو رجعوا، عايز بركة في حياتك، التوبة مفتاح. هفضل أقولها لغاية ما أموت، ده اللي علمهوني الرب ولسه بيعلمهوني ولسه بكتشفه. التوبة مفتاح. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، وعندها تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. No doubt، ملوش، ما فيش شك. أنا لم أرى موقف ولا شخص ولا إنسان ولا كابل ولا حد، ما فيش بركة بتحصل أو ما فيش اقرار والزام انه في بركه الا مع توبه. ومنين ما التوبه بتحصل؟ منين ما بترجع للرب بتشوف حاجه في حياتك تتغير، حاجه تتعدل. لكن لو عايش مايس وانا زهقان، انا تعبان، انا بنجان، انا خدت قرار غلط، انا انتهينا يابا، انتهينا، خلاص انتهينا، انتهينا. ودروس عندنا دلوقتي، كل حد يقول لك انا مش عارف تعبان وانا عارف، لا خد دروس شفاء النفس وشفاء الفافس انا عندي ناس اخذوا الدروس دي لما كحتوا مره اثنين وثلاثة واربعة. انا بقى فوجئت نظري فوجئت، انا بطلت بالقصص دي، انا ابتديت خدمتي بده، انا ابتديت خدمتي من سنين طويلة بالقصة دي، وكنت يعني بروفيشنال. دلوقتي بعد سنين طويلة، تعالى بالجزمة توب، بالجزمة توب عن خطاياك، بالجزمة تغفر، لانك لو غفرت هتتحل يا بني ادم. لو انت عملت ده انت اللي هتتفك، انت اللي هتتشفي. لو انت مش عايز تشوف، محدش هيشوفك. فوق. في ناس قاعدة طول العمر ألحس في جراحي، بس ألحس في جراحي، أصل أنا، أصل ال صدقوا قريب في حد عندنا دايما يجي بر 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 بر. فأنا قدامي على المكتب علبة مناديل، فسحبت علبة المناديل أمام الله، طلعت منها آخر منديل، قلت لها لو سمحتي المرة الجاية لما تيجي هتجيبي علبتين كبار كلينكس معاكي لو سمحتي. ما كدبتش خبر، قبل ما تيجي الميعاد اللي بعديه جت بالعربية قدام البيت، شافت الفراشة بتاعت الكنيسة، جابت قد كده كلينكس، قالت ايه؟ ادي لابونا. لا شكرا، اهلا وسهلا. يعني كمان مش هنضيع وقت ونضيع ورق، حرام يعني، حرام حرام. الله بيتحنن، الله بيترأف، لكن ان يعيشك الشرير في كدبة طول العمر ما انتش فايق منها، ده خسارة عمرك كله. انا عايش ضحية، انا ابويا رماني، انا امي مش عارف عملوا فيا ايه، انا ما خدتش نصيبي في التعليم، انا جوازتي كانت زي الطين، انا اكبروني مش عارف خلاص يابا، خلاص خلصنا الاسطوانة، خلصنا الاسطوانة. الرب يسوع دخل للراجل اللي عند بركة حس ده بقاله 38 سنة، هل تريد ان تبرأ؟ راح مشغل له الاسطوانة على طول، اصلا انا ماليش حد، ولما يجي حد مش عارف مين يرمي فين في البركة، فانا ما حدش بيقولني، انا ليس لي بيتك وبيسين، قوم احبس ايديك وامشي، روح غور. انا سألتك عن امك ولا عن ابوك؟ انا بسألك سؤال واحد بس، تحب تخف؟ نفس السؤال يا رب، تحب تخف؟ خلاص 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 خلاص. لما كنت طفل، كطفل كنت افتكر، كطفل كنت افطن، كطفل كنت اف، لكن لما صرت رجلا
بطلت مال الطفل خلاص. انا بطلت مالها مال الطفل, ان صباعي في بقي على طول, ان في حاجة عمالة مص فيها كل الوقت عشان تديني نوع من الراحة. كل واحد مننا عنده صباع بيمص فيه بطريقة ما وبشكل ما. احنا محتاجين فطام يا كنيسة المسيح, احنا محتاجين فطام, واحنا محتاجين ان احنا نقدر الله ونقدر انه اله قدوس ما بيتغيرش, وان عنده قانون ادبي لن يتغير فيه ابدا 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 ابدا. اخر حاجة اقولها لكم, انا وعصت كتير قوي عن الفخاري. فين الفخاري؟ ارميه 18, وصلي كده وقول ارجع واصنعني كما حسنا في عينيك يا رب, صلي يا رب. كان بقرا النص تاني قريب مش من بعيد من سنة, لا 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 تصنعني كما حسن في عينيك ازاي؟ لا خالص. ليه؟ الرب بيقول ان انا خلقتك يا اسرائيل عشان تصنع مجدي, خلقتك اناء للكرامة, لكن فسد الوعاء في يدين الفخاري, يعود الفخاري ويصنع كما حسن في عينيه وعاء آخر. ما هو الوعاء الآخر؟ وعاء ليس للكرامة, وعاء للهوان. اقرا النص كله, مع مشكلتنا ان احنا بنقرا ايات بس. اقرا النص كله, اقرا النص. ألستم أنتم بيدي يا بني إسرائيل, ويحط الرب الشرط قدامه, لو حدتوا عني أنا هعمل فيكم كده, لو رجعتوا إلي أنا هطبق التصميم الأول اللي أنا صنع. الله مش هيعملك وعاء آخر, الله ما عندوش غير وعاء واحد عايزه منك, صورة ربنا يسوع المسيح. بس 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 بس. طلبتي ليك النهاردة يلا أمرت بالبركة في أيامنا, ارجع بمراحمك وحينا عشان تنهض بالتذكرة أذهاننا يا رب, عشان نرجع تاني للمكتوب وللكلمة, عشان نرجع ناكل منك. بتحترمه؟ اعمل اللي يقولك عليه. وتعمل اللي يقولك عليه ازاي؟ إذ كنت انت أساسا ما تعرفش هو عايز منك ايه, بسبب انك على الموبايل موجود, على الديفايس موجود, على كان زمان في كل حتة. فتح كلامك ينير, يعمل ايه؟ يعقل الجهال يا رب. نور عينينا النهاردة يا سيد يا رب. ارفع قلبك معايا, ارفع قلبك معايا. يا رب احنا ما نعرفش عن قداستك غير بس الاسم يا رب, لكن الاختبار ضئيل في حياتنا يا رب. الاختبار في حياة كتير مننا معدم, لاننا اتولدنا غلط يا رب. اتولدنا واحنا على ايدين اله محب, عشان هو بيحب هو هيتساهل مع كل حاجة بنعملها. سامحنا يا رب, شكرك لأننا مولودين لرجاء حي بسبب قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. قيامته بتقول ان في تمن الدفع عشان يرضي وجهك يا رب ويرضي جلالك. شكرا لان النعمة مجانية لينا لكن مكلفة جدا بالنسبة لك يا رب. ساعدنا نقدر نعمتك يا رب, ساعدنا عشان نحصل على المزيد منها نعيش بقلوب طيعة اليك يا رب, بقلوب خاضعة لشخصك. إن كان في طلبة قدامك في هذا النهار ليا والإخوات اللي هنا يا رب, خد مننا القلوب القاسية يا سيد يا رب. ادينا نعمة نعرف نحط قلوبنا بين إيديك يا رب. تعال النهاردة اغسل ماضي حياة اتبنينا وكبرنا عليه يا رب.
تعال النهاردة دينا نعمة نعرف ازاي اذهاننا تتجدد امامك بكلمة الحق. يا سيد رب يا رب انا بصلي النهاردة الروح القدس يكون لي دور في حياتنا يرشدنا الى جميع الحق يعلمنا الحق لما ندي لنفسنا فرصة نيجي نتواجه مع الحق. عايز اشكرك لانك انت صالح انت صالح يا رب ما فيكش الشر ولا خطية ولا حاجة غلط عملتها ضدنا يا رب وانا بشكرك لانه حتى في محبتك وابوتك لما بتحب حد يا رب بتمسك عصاك عشان تأدبه يا رب ما تحرمناش من ابوتك يا سيد رب ما تحرمناش من ابوتك حتى لو اديناك ظهرنا يا رب حتى لو بعدنا اشكرك لانك لسه بتخبط علينا لسه بترعانا لسه بتعتني بينا لسه بتهتم بينا لسه صوتك جوانا بيرن يمين وشمال علشان نعرف نديك وجهنا نعطيك الوجه للقفة يا رب ساعدنا النهاردة يا رب ساعدنا عشان كل واحد يعرف يقوم بدوره قدامك ومعاك يا رب ساعدنا عشان كنيستك تنهض في هذه الأرض يا سيد رب ساعدنا عشان اللي باقي من البزار بزارك الحية يا رب اشكرك لانه ما عندكش مانع تخلص بالقليل او بالكثير يا رب وانا بصلي في اسمك البذار الباقية قدسها ليك يا سيد رب انا بضم صوتي مع صوت ابنك مع شخص يسوع المسيح قدسهم في حقك كلامك هو حق يا رب قدسهم خصصهم يكونوا بس مبنيين وعايشين بحقك ومرضاتك وبطاعة اسمك يا رب علمنا مخافتك يا رب علمنا مخافة اسمك يا رب علمنا مخافة اسمك علمنا ما نكونش زي شعبك في القديم اللي مخافتك معلمة من فرائض الناس نكرمك بشفتينا نكرمك بتسبيحنا لكن قلوبنا مبتعدة عنك بعيدا يا رب انا بصلي النهاردة اقسر قلوبنا من تاني يا سيد يا رب وانا بصلي في اسمك النهاردة هبنا النعمة نعرف نرجع نعرف نطلبك نعرف رب نفوق نعرف نستيقظ نعرف ننهض من تاني عشان نعرف نقرب منك يا رب ببركك في اسم الرب يسوع امين